ولد رجب الماجري الشاعر والوزير ورجل القانون في مدينة درنة عام 1930، ونشأ يتيماً. توفي أبوه وهو في عمر الشهرين، وبأثر من أخيه الأكبر الذي كان شغوفاً بالقراءة في الأدب، بدأ غرام رجب الماجري بالشعر في مرحلة مبكرة من الصبا، وتوالت محاولاته في الكتابة حتى نشرت أول قصيدة له في مجلة الفجر الليبي، وكان آنذاك في 16 من عمره. وفي تلك الفترة كان الماجري قد بدأ المواظبة على حضور الندوات التي ينظمها فرع جمعية عمر المختار بدرنة، فانخرط بذلك في قلب النشاط الثقافي والسياسي بدرنة، كما تأثر بإصدارات الجمعية كجريدة الوطن ومجلة عمر المختار اللتان كانتا تصدران في مدينة بنغازي. في مايو عام 1948 أدت مظاهرة للطلاب بمدرسة درنة الثانوية إلى قرار من الإدارة العسكرية البريطانية بإغلاقها، فانتقل الماجري لمواصلة الدراسة بالقسم الداخلي لمدرسة بنغازي الثانوية، ومنها إلى القاهرة التي درس فيها الحقوق في جامعة عين شمس، وتخرج عام 1956. وبعد عودته إلى البلاد عمل الماجري في النيابة العامة، وترقى في السلك الوظيفي حتى غدا رئيس نيابة بالمحكمة العليا، ثم مستشارا مساعدا بالمحكمة العليا. عام 1968 عين وزيرا للعدل في حكومة ونيس القذافي، آخر حكومة في العهد الملكي. وفي العهد الجمهوري عمل الماجري بالمحاماة والاستشارات القانونية، كما عمل مستشارا في جهاز النهر الصناعي. وخلال تلك الفترة ترأس الماجري رابطة الأدباء والكتاب بالمنطقة الشرقية، وجمع شعره في مجموعته في البدء كانت الكلمة، وقد توفي الماجري في 3 ديسمبر عام 2012.